بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزيكم حبايبي متابعين حواء، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال بأمر الله. كل سنة وأنتم طيبين. النهاردة ثالث يوم دراسة، خلاص بدأ العام الدراسي. ربنا يجعله إن شاء الله عام خير وسعادة وصحة وسلام إن شاء الله علينا وعلى الجميع بإذن الله. معلش طبعا أنا بعتذر لكم لتاني مرة، وقلت لكم قبل كده في الفيديو اللي قبل ده ان انا معلش مأخرة معاكم في المعجنات شوية، لان والله فعلا الفرن عندي فيه عطل مش شغال بقاله فترة من قبل الدراسة، وبنحاول ان احنا نصلحه، بس يعني واخد وقت شوية مننا. فان شاء الله اول ما هيبدأ يتصلح ويشتغل معايا الفرن هنبدأ نعمل في المعجنات والفينو وكل حاجة انتوا عايزينها ان شاء الله مع بعض. دلوقتي طبعا هنعمل مع بعض كده زي ما انتوا شايفين وبتقولوا طب ايه المكونات ديت، هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل اللانشون. احنا عملنا مع بعض قبل كده لانشون الفريخ، تمام كده. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل بقى ايه؟ اللانشون الاقتصادي، لا لحمة ولا فريخ، من غير دوت ومن غير دوت. يعني اللي ما عندوش لحمة ما عندوش فريخ وحابب يقوم يعمل دلوقتي اللانشون دوت لأولاده عشان يصبح ياخدوا منه ان شاء الله الصبح معاهم المدرسة، هيقوم يعمله. متهيألي بقى ان كل الطلبات وكل الحاجات بتاعتنا دي موجودة في اي بيت ان شاء الله، يعني بأمر الله. تعالوا بقى نشوف مكونات اللانشون بتاعتنا ديت ايه. قبل ما نشوف المكونات، انا قلت لكم ان احنا عملنا لانشون الفراخ، هسيب لكم اللينك طبعا في صندوق الوصف، تمام كده. وان شاء الله برضو قريبا جدا باذن الله هنعمل لانشون اللحمه. يلا بقى كده على الفيديو نشوف مكوناتنا ايه. نبدا طيب ايه، نبدا بالبهارات بتاعتنا. ماشي، الاول حاجه هنا معايا ايه دوت، دي حاجه كده بسيطه من الجنزبيل، تمام، يعني ربع معلقه صغيره بس كده. معايا هنا دوت بصل بودر، معايا معلقة من البابريكا، طبعا لازم البابريكا عشان تديني التدخينة كده الحلوة بتاعت اللانشون. معايا توم بودر، معايا فلفل اسود، دول هنا مكعبين من المرقة، مرقة فراخ طبعا انا ايه فركتهم بالشكل دوت ونعمتهم بيه. كمان ثلاث فصوص كده زي ما انتوا شايفين متوسطين من التوم، انا مش عايزة طعم التوم يبقى ظاهر فيه جامد، تمام كده. معايا هنا ديت ربع كوباية من النشا، معايا كوباية من الدقيق، معايا نص كوباية من الزيت، وزي ما قلنا الزيت يكون نوع كويس برضو عشان يديكي طعم حلو وجميل كده اللانشون بتاعك. معايا اتنين من البيض، البيض بتاعي دوت حجم كبير زي ما انتوا شايفين كده، لو حجم صغير يبقى هتستخدمي تلاتة من البيض. معايا علبة من الجبنة النستو زي ما انتوا برضو ايه شايفين، وياريت تكون الجبنة بتاعتك برضو نوع كويس، هي كل ما كانت المكونات بتاعتك او الخامات بتاعتك جودتها كويسة كل ما اديتك طعم احلى للحاجه اللي انت بتعمليها. معانا برضو هنا دوت اللون الجيل الاحمر، وكمان معايا منه اللون البودر. طبعا انا طالما متوفر عندي الاثنين فانا هستخدم اللي هو ايه، هستخدم الجيل، لكن لو انت استخدمته وما عندكيش غير البودر دوت طبعا مش هتستخدميه كده على طول على الحاجه بتاعتك، هتحطي معلقتين كده من الميه وهتحطي فيه سنة لون صغيرة تبع ما تلاقي، لغاية لما تلاقي اللانشون بتاعك اداكي اللون اللي انت عايزاه، وهتدوبيهم في المية وبعدين هنحطهم على المكونات بتاعتنا. هنجيب الخلاط بقى بتاعنا كده ونشوف هنعمل المكونات وهنضيف ايه الاول ونمشي الخلاط بتاعنا ازاي. بصوا كده انا بدأت بقى هننزل كده، بس معلش اعذروني الاول طبعا لان انا بصور بايد واحدة، فانا كسرت البيض بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين كده في الخلاط، حطيت البيضتين، تمام. هبدأ دلوقتي هجيب ايه، هجيب كمان الزيت بتاعي اهو، ماشي، هضيف حبة، وبعد كده في نص المكونات التانية هضيف الباقي ليا عشان امشي الخلاط بتاعي، تمام. كمان هضيف الجبنة خلاص، وهرجع لكم طبعا عشان بس اصل مش عارفة اصور بايد واحدة، بس ثواني كده هنزل الجبنة وارجع لكم تاني. بصوا كده انا نزلت اهو بالمكونات زي ما انتوا شايفين، نزلت بالجبنة وبعد كده نزلت بالتوابل كلها اللي انا حطاها، تمام. وكمان هنزل بكوباية الدقيق بتاعتي اهو كده، تمام، وكمان ربع كوباية النشا، عشان كده قلت لكم تشيلوا ايه نص كوبايه الزيت اهو، هنحطه كده من فوق، تمام، يعني حطينا ربع من تحت والربع التاني ربع الكوبايه حطيناه من فوق. وكمان هفتح دلوقتي اللون بتاعي وهديله ايه، بس هدي كده همشي الاول ضربتين في الخلاط
تمام. وبعد كده هحط معاكم برضو اللون لغايه ما نظبط اللون بتاعنا ونخليه اللون اللي احنا عايزينه ان شاء الله، يبقى زي اللون اللي بنجيبه من بره بالظبط. تمام كده. انا بقى هروح دلوقتي هضربهم في الخلاط بس عشان ما ازعجكوش بصوت الخلاط، وهنرجع نشوف سمك الخليط بتاعنا وازاي هنحط له اللون وازاي كمان هنسويه. بصوا كده الخليط بتاعنا اهو، بعد ما خلصناه وضربناه في الخلاط شايفين سمكه عامل ازاي. لا تخليه خفيف قوي ولا تخليه تخين قوي. ليه؟ لان هو كل ما يبقى معاكي يعني السمك بتاعه معقول وخفيف هيديكي طراوه بعد السوى، لكن تخليه مكتوم هيطلع معاكي ناشف ويتقطم منك. تمام، خدي المعلومات ديت والنصايح واعملي بيها وان شاء الله هتطلعي احسن لانشون بامر الله. اهو شايفين. بصي بقى، حابة تخليه باللون دوت عادي يا جماعة مفيش مشاكل، برضو بلانشون الفراخ ممكن تخليه برضو بيبقى كأنك عاملاه على لانشون فراخ. حابة تحطي له لون على اساس يبقى معاكي زي اللون البامبا كده الرز الخفيف بتاع بره، هنحط اللون معلش مفيش مشاكل. فانا هنا هنزل بنقطتين، انا عندي اللون الجيل زي ما قلتلك، لو هتحطي لون بودر يبقى هتعمليها تدوبيه في معلقتين مية. انا كده نزلت بنقطة وهنزل بالتانية. طبعا اللون دوت بيبقى مركز، هضرب الاول وهشوف اللون دوت هو الدرجة اللي انا عايزاها تمام ولا اخف ولا اتقل، وان شاء الله يطلع مظبوط بامر الله. تمام، هضربه وارجع لكم تاني. بصوا كده هو دوت اللون كده بتاع اللانشون زي ما انتم شايفين، هو خليه معاكي في اللون دوت كده الرز الخفيف كده، لان هو كل ما بيروح في السوى كل ما لونه بيغمق شوية. تمام كده، والسمك المطلوب. وكمان عشان اقول لكم انا زودت، لقيت حسيت ان الخليط بتاعي تقيل شوية، فعشان زي ما قلت لكم ان هو كل ما بيكون خفيف كل ما بيكون الطراوة بتاعته بعد السوى احسن. فانا وطبعا تبع الدقيق اللي احنا بنحطه، زي ما احنا بنعمل في المعجنات كل دقيق بياخد كمية مية يختلف من نوع دقيق للتاني مثلا، او اي سوائل يعني. فطبعا تبع نوع الدقيق انا زودت كمان ربع كوباية مية. تمام، يبقى على الزيت بتاعنا زودنا ربع كوباية مية. ولو البيض بتاعك صغير هتحطي 3 بيضات عشان برضو يديكي كمية سائل اكتر. تمام كده، واتفقنا مع بعض. انا هنا مجهزة دوت كيس تلاجة زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت اهو، وجيت من تحت كده وربطته بالشكل دوت بستانة او باي خيط هيكون موجود عندك، ودورق صغير كده او كوباية او بطرمان، وهنحط الكيس بتاعنا فيه وهنفضي وهنصب بقى ايه الخليط كله. هصب الخليط بقى وارجع لكم تاني. بعد ما حطيته في الكيس زي ما شفتوني كده وكنت حطاه في الدورق، فضيته ورجعت ربطته من الناحية التانية برضو اهو. لو عندك كيس حراري وهتستخدميه مفيش مشاكل. تمام كده، بس بصراحة كانت الاكياس خلصت والله اللي عندي، انا كان عندي بس خلص. هبدأ بقى اعمل ايه، بص كده كده ليه؟ عشان الهواء اللي فيه والفراغات تطلع، ما يبقاش معاكي مفتح، تقطعي كده الخرطة تجيلك متسوية وناعمة اهو بالشكل ده. خلاص كده اهو، وهيبقى كده ايه معانا ان شاء الله رول جميل باذن الله. وهتمسكي كده اهو شايفه، وهبدا اخد كده الفويل بتاعي اهي بسم الله بالشكل ده، وهاجي من هنا كده هنعملها زي البومبونيه بالشكل ده اهو. وما تكبسيش عليه قوي، ايوه تلميه بس لازم تسيبيله فراغ شويه لان هو لسه هيستوي معاكي وهيزيد ان شاء الله وينفش في الميه وهو في السوى، فعشان ما يبقاش مكتم معاكي قوي ويبقى ناشف لازم تديله فراغ عشان ياخد ايه براحه في السوى بالشكل دوت. عايزه بقى تلفيه ورقه فويل تاني للضمان، بس انا شايفه ان هو كده كافي جدا جدا اهو. تمام، بصي شايفه الرول بتاعنا ما شاء الله، شايفه اهو تمام مية مية كده. هنحطه بقى على النار، انا مجهزة مية على النار بتغلي هنحطه فيها. تعالوا مع بعض نروح على البوتاجاز ونشوف هنسويه ازاي. بصوا كده زي ما انتم شايفين انا حاطة مية بتغلي على النار، هبدأ انزل فيها اللانشون بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، لازم كده المية تكون مغطياه بالشكل ده زي ما انتم شايفين. هسيبه لمدة ساعة، نص ساعة الاولاني هسيبه زي ما هو كده، النص ساعة التاني هقلبه، ده لو المية مش مغطياه، علشان بعد ما بيغلي المية بتنقص معاكي ممكن تزوديها، يبقى خلاص مفيش داعي انك تغيريه من ناحية لناحية. لكن طالما المية مغطياه تمام كده هوت، هنغطي عليه بعد ما يغلي، هنهدي عليه النار شوية عشان يستوي بالراحة كله، يبقى مفيهوش حاجة نية من النص، ونسيبه لمدة ساعة وهنرجع بعد ساعة نشوف اللانشون بتاعنا كده. بصوا الرول بتاعنا بتاع اللانشون بعد ما اخد ساعة 10 بالظبط على النار،
بقى معانا بالشكل دوت. شايفين ما شاء الله، شايفين الرز بتاعنا وشايفين طري ازاي وجميل. طبعا هو لسه سخن، تمام. انا هحطه زي ما هو كده في التلاجة على الرف مدة ساعة. طبعا كل ما هتسيبيه اكتر برضو هياخد سمك منك ويجمد وتعرفي تقطعيه احسن. فانا هسيبه بس كده شوية عشان نخلص الفيديو، قد نص ساعة ساعة يعني على تبع الوقت الفاضي اللي عندي، وهنرجع نشوف التقديم بتاعنا ونشوف اللانشون لما يتقطع شكله يبقى عامل ازاي. وبكده قطعنا اللانشون بتاعنا اهو بعد ما سبناه. انا سبته في التلاجة بس كده ايه نص ساعة يهدى بس شوية. طبعا هو لسه انا بقطعه كان بالسخونة بتاعته، فانت هتستني عليه طبعا، او هتعمليه من بالليل زي ما هتعمليه مثلا، او من اول اليوم هيبقى يبات معاك لتاني يوم والولاد رايحين المدرسة هتقطعيه بقى في السندوتشات وتحطيه. بصراحة لانشون خطير جدا وجميل والطروة ما اقولكوش. بصوا شايفين، شايفين صباعي اهو اكيد باينة في الكاميرا وانا بدوس عليه، بصوا الطروة عاملة ازاي، شايفة جميل جدا جدا، وطعمه وريحته طالع خطير، ولا لحمة ولا فراخ ولا اي حاجة. بصي بصي انا عايزة اوريكي، شايفة شايفة طري ازاي معايا، شايفة بصي شايفة اهو، شايفة اللانشون. وزي ما قلت لك كده اللانشون بيبقى طري جدا، بصي بصي اللانشون شايفة، ومستوي السوا بتاعه المظبوط مية مية وجميل والله، وطعمه خطير جدا جدا. اتمنى انك انت تجربي بقى الوصفة ديت. يلا كده ما تكسليش، حتى لو ما عندكيش لحمة او فراخ زي ما اتفقنا بالتوابل والبهارات والحاجات اللي حطناها، وهيديله قيمة غذائية كمان وفوائد للاطفال تفيدهم في الفترة بتاعت الدراسة. اتمنى ان الفيديو يعجبكم، لايك وشير وسبسكرايب. بحبكم في الله واسيبكم في رعاية الله وحفظه، واقول لكم السلام عليكم.